التفاعل وأيضا التواصل. نحكيه على الوقاية من حوادث الطرقات من بين المواضيع اليوم اللي تهمنا ولازمنا الحقيقة ناخذوها بعين الاعتبار. نحكيه على حوادث الدراجة النارية اللي هي كنعطيكم شيفر تقريبا تمثل اليوم 33.4% من مجموع حوادث الطرقات في تونس. ضيفي سي عفيف فريقي وهو رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. مرحبا بك على راديو ميت سي عفيف. أهلا بك أستاذ حافظ وشكرا على الدعوة واهتمامكم بقضية السلام على الطرقات اللي هي في الحقيقة تدخل في إطار الحق في الحياة. نعم شكرا لك على تواصلك. كذلك اختيار الموضوع واهتمامه الحقيقة نعرف مهتم برشا بقضية حوادث المرور ونحييكم على معناها طرح هذه القضية في هذا الوقت بالذات. عفو هذا واجبنا هذا أقل شيء نجم نعملوه. شكرا لك أنت من أجل تفاعلك والتوعية والثقافة في المجال هذا للمستمعين. اليوم نحكيه على الحوادث المتعلقة بالدرجة النارية كما قلنا قبل شوية سي عفيف. نحكيه على ان شيفر ألارمون اللي هو يمثل 33.4% يعني تقريبا ثلث من الإجمال. اليوم وين المخاطر تلقاها أنتم أكثر كجمعية؟ هل هي في التوعية؟ هل هي في الطرقات؟ هل هي في القوانين؟ وين الإخلالات موجودة بالضبط؟ هو الإخلالات موجودة في غياب من بوليتيك ناسيونال ما يسميش سياسة وطنية للسلام على الطرقات بما فيها الدرجة النارية. اليوم نعطيه مثال حي لشعبنا نشوفه اللي لما توفرت الإرادة السياسية إرادة رئيس الجمهورية باش يصير تلقيح وطني لجميع فئات الشعب التونسي والحمد لله اني كنت اتابع فيكم وانتم تتابعوا في الحمله وتساهموا في التوعيه وتحثوا في الناس على انهم الشباب خاصه الاقبال على التلقيح الى غير ذلك ووصلنا الحقيقه الى ارقام محترمه الى ارقام كبيره كنا معناها ماشي للهاويه لولا معناها الاراده اللي معناها كانت واضحه لرئيس الجمهوريه ونحولوا كل فئات المجتمع وكل اطراف المدخل. اذا في حوادث المرور تروا نفس الشيء اليوم ما ثماش من بوليتيك ناسيونال ما ثماش فولونتي بوليتيك ما ثماش اراده مش نحلوا حوادث المرور. علاش نعطيك مثال طبعا معناها تو نحكيوا اليوم على حوادث الطرقات في مجال الدرجات الناريه راهي البلاد كلها ولات كاينه مافيا كل مجموعة شدة قطاع معين بما فيهم ثم مافيا شدة الدراجات النارية خاصة الدراجات النارية اللي هي سعة الاستوانة متاحة لبوشونس متاحة هي أقل من 50 سنتيمتر كوب اللي هي بالقانون يلزمها ما تفوتش في السرعة متاحة ما تتجاوز 40 كيلومتر في الساعة. اليوم عندك عصابات يهربوا فيهم ويجيبوا فيهم ويعجبوا في وثائق تغلط الديوانة وقت التصريح الديواني لأن الدراجات النارية هذه بالذات تدخل من غير رخصة يعني أنت فقط تعمل تصريح ديواني تخلص الديوانة وتنزل ثم ينسى ترافيك في الوثائق الفنية التقنية وقت اللي هو يعمل لك ديكلاراسيون يقول لك هذه راو سعة الاستوانة نتاعها راي 49.9 سنتيمتر كوب يعني أقل من 50 ديواني مش يقعد يشوف فين بالكعبة هو وإلا إذا كان جابهم إصحاح أون باراليل يجيب لك دي كونتينير نتاع لي كيت وتولي الموتورات كلها مكيتة انت في بالك هذه بالقانون تجري 40 كيلومتر ماكسيموم تلقاها فورزا اللي هي مهربة واللي هذيك معروفة علامة الموت وغيرهم لانه توصل تجري حتى 120 كنقول لك 120 لو بالتجربة لانه احنا عندنا فروع في كامل تراب الجمهورية ومكاتبنا الجهوية تخدم برشا في الولايات خاصة اللي هي معروفة بالمناطق الغربية نتاع التهريب او في صفاقس عملوا تجارب وعملنا في تونس كذلك التجارب وقيمها الموتورات نتاع بوت. إذا اليوم نحن كجمعية راو مسكتناش مش قاعدين نرشمو نحن عاملين لوحة على في القهوة بعض جماعة تلعب في الرامي ولا في الشكب واحد نرشمو واحد مات وواحد ضرب لا مش دورنا نحن نقولوا اللي صحيح سي ألارمو أكثر من 33% أو وصلت هو تقريبا في بعض الأوقات وصلت حتى 36% عدد القتلى معناها جراء حوادث المرور فهما درجات نارية يعني عدد كبير برشا أكثر من 50% اللي يموتوا في حوادث المرور هما الشباب. أنا ما نلومش على الشباب راه الشباب لو كان يلقى شكون يحتضنوا شكون ثم دولة خاطر الدنيا كانت مصيبة تو باش ترجع الدولة لأنه حتى حد مولاي بحد شيء لأنه أنت وقت الاجتماع مع مسؤولين كبار في الدولة وزراء بجميع اقتصادهم تتحدث معاهم ويقولوا لك هذه الحلول ونوصلوا للحلول ونكتبوها ونعملوا محاضر وبعض الحلول هذيك ما تنفذش على خاطر المافيا اللوبيات اللي هما اقوى من الدوله اللي يستورزوا في الموتورات هذه في الدرجات هذه ويرميوا سيبوا في الموت في الكياسات لاولادنا هذوك اللي ما يخليوش القوانين تتغير وما يخليوش الاجراءات اللي نتفقوا عليها تتنفذ. مثلا اليوم اذا دوله
ثماش دولة تحترم نفسها ما تعرفش عدد الدرجات النارية الموتورات اللي يدوروا في البلاد، ما تحدثش على اللي هما سعة استواء نتاعهم أكثر من 50 سم³، واللي هما فيهم عنا ما نقوله، لأنه فيهم عدد كبير دخلوا في الوقت الانفلات الأمني بعد 2011، وفيهم من آلاف المدرجات النارية سارحين في الطبيعة، لأنه الديوانة تحدثنا معها وما زلنا نحبوا نتحدث معها باش نلقاو حل أنهم يعملوا لهم يعني عملية تطهير من خلال أنه كلهم هذوما يجيوا يقدوا أوراقهم باش نحميوا حياتهم أهم شيء، ويخلصوا معلوم رمزي للديوانة ويسووا لهم الوضعية باش يولي عنده بطاقة رمادية ويسجلها. نحن طلبنا واضح، قلنا راهو الدراجات الصغار الكل يلزم كيما نعمل الدول المتقدمة واللي في طريقة للتقدم. فرنسا راهو مش عندها برشا اللي عملت لهم كلهم بلاك دي ماتريكولاسيون، عملت لهم الوامر نيرو دوردر، راهو فاتت معناها عملية هذه عام في 31 ديسمبر 2010، تو المغرب كملتهم في المغرب كملتهم تو في 2016 ومازالوا يخطوا فيهم غيرهم كذلك الجزائر ايطاليا اسبانيا البرتغال. عليه نحن وين يلزمنا نحبوا نحمي ولادنا، نحبوا نحمي شعبنا. الضرب على ايدي العابثين هذوما الناس اللوبيات اللي تتدخل في القوانين واللي هي تسيطر على الاداره العامه النقل البري وتسيطر على اللجان اللي تعمل الاوامر وتعمل القرارات. مش نعطيك وين التدخل فيه البرشا. يكفي كونه نحن نوليو الموتورات الصغيره نعاملوها كالموتورات الكبيره. جميع انواع الدراجات الناريه يلزمها تخضع لنفس الاجراءات نتاع القبول والمصادقة والتسجيل. اليوم الكهرباء وإلى الموتور الكبيرة كيف تجي ثم لجنة فنية تعمل عملية القبول وتشوف الأوراق وماذا مطبق الأوراق للماكينة سو البلان تكنيك، وبعد تأذن بشهادية تتسجل وتعمل حتى كلزم الكنترول تكنيك. علاش الموتورات الصغار نجم نخلقوا به مواطن شغل كل حومة نحلوا فيها حسب كراس شروط، كل واحد جوني نجم يحل ورشة ونعطيه هنا لاجريمون باش هو يعمل فحص الفني للدرجات النارية، ونخلقوا مواطن شغل في كل حوم وفي كل كذا، وعندنا شباب خارج من الجامعة متكون ماني متكون في الميكانيك وفي الميكاترونيك ومن البطالة. ثم اليوم وقت اللي تسجل الدرجات النارية تعمل لهم منوامر، بعد ما تعمل لهم منوامر واليوم معروفين وقتها ولت عادية شركة التأمين تأمنهم، وقتها عادي باش السيد يلبس الكاسك ويمتثل لانه يسوق الموتور نعرفوه شكون الموتور هذيك، وقتها باش تعمل له البرمي اللي نحن قعد نظريا، وقتها وزاره النقل يلزمها تعمل الاشياء لان كلها راي ما تستوجبش، راهو مجلس وزراء يا جماعه. هذه عندك امر يزيدوه متى باش يدخلوا فيه الدراجات الكل، يقولوا من الدراجات الناريه اللي هي كانت تويكها اكثر من 50 سم³، لا يقولوا جميع اصناف الدراجات الناريه هذوما الكل راهم يا اخي يخضعوا نفس الاجراءات الكل القبول المصادقه والتسجيل. ثم انت وزاره النقل يلزمك بسرعه توا تعمل دورات استثنائيه لتكوين المكونين وللتكوين نتاع الشباب باش يعديوا الرخصه نتاع الآن، لان الدراجه الناريه اللي باش عنده شهر رخصه سياقه لازم يكون عنده باش يسوق الدراجه الناريه اكثر من 16 سنه، ويلزم يكون عنده زاده يكون عنده البرمي ان. اليوم حتى البرمي ان تو وزاره النقل تو في الوقت الحالي عاجزه، ما عندهاش الموارد البشريه وما عندها حتى تنظيم باش تعمل الامتحانات للناس هذوما والاختبارات وتعديهم. اذا نحن عندنا مشكل كبير، نحكيه هكا في المهموت على 2.5 ملايين موتورات يدوروا في البلاد، من نحكيه على 200,000 فقط مأمنتهم شركه التامين، وانا راني مش ندافع على شركه التامين، انا شركه التامين تقول لك هذايا الريسك كبير نتاع الدرجات الناريه هذه، يا خويا سجلهم كدوله، كان تسجلهم الكل والكل هم تو نامنهم 2.5 ملايين تو لاسيرونس تولي ب 50 دينار، وحكينا فيه الموضوع هذايا وجلسنا الى غير. اذا التوعيه وحدها في غياب سياسه وطنيه في غياب تشريعات متقدمه ومتطوره اللي تخلي جون مارج دو مانوفر نتاعه تولي ضيقه، يولي هو مطالب باش يعمل الاجراءات هذه تك 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 في مجرد انه يولي ملزم باش يعدي البرمي وكيف يشدوه يتعاقب ولا يفك له الوسيله ويعاقبوه هو زاد كذلك. وقتها نجموا نتحدثوا على انه نوعيوا الناس والناس يلتزموا هذايا. وقت اللي انت تحب توعي الشباب والمافيا قاعده تجيب في الموتورات وتخرج فيها يمين وشمال ويجيبوا في الكيت مان الكيت هذوما نتاع الموتورات باش انت تشري الموتور تجري 40 وبعد تركب لها الكيت يولي تجري 120، هذوما يا اخي منين جايين؟ ما هما جايين يتعداوا بالمسالك وبالمساوئ بالقانونيه او بالتهريب، هذوما الكل لازم الدوله تحمل مسؤوليتها باش وقتها حمل الجماعي يولي ريش. اذا اليوم ثم صمت مطبق وما ثم حتى اراده باش يعمل يصلحوا القطاع هذا. نحن الجمعيه نستناو في انه الوضع
يستقر من خلال ما سيعلن عليه رئيس الجمهورية في قادم الأيام من إجراءات ومن قرارات. نعم. وبعد رانا مش نتوكل على الله ومش نرجع إلى معناها حملات كبيرة مش لو بتاعها تحيز بركة إنه إحنا مش نوعي الحكومة ومش نضغط عليها الضغط الإيجابي مش نخليه تجعل من هذه القضية قضية ذات أولوية لأنها مرتبطة بحياة الناس كما التلقيح بالضبط. هذا ما تلقح وانت تعمل هلمة كبيرة وتمنع من كورونا وبعد ترميه في فم مدفع تحطه في الكياس على موتور يموت. ولهذا إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. وأنا هذا جدا نحب نحييكم لأن القضية يلزمنا نخدم عليها مع بعضنا في الإعلام باش نخليه الحق في الحياة هو أعلى وأسمى الأشياء وذات الأولوية المطلقة. ولهذا أنا أقول راهو قادرين باش نصلحوه أما ما تطلبش من الشباب تلوح عليهم الكورة وتقول لهم بيكم وعليكم وانتم مش انتم محتاجين مش القانون وانتم معناها تموتوا. لا هما خاطيهم لي جون تعرف انت الشباب مرحلة فتوة مرحلة معناها حماس إلى غير ذلك يحب يوري معناها لياقته البدنية يحب يوري كذا شخصيته إلى غير ذلك. أما انت حميه وفر له أنت الإطار القانوني وفر له الظروف اللي هي تخليه نجم يسوق الدراجة النارية متاعه بأعلى درجات الأمان والسلامة. إذا أنا نقول راهو واضح نحن الخطة متاعنا متاع قطاع الدراجات النارية كيفاش نعالجوه واضحين ومكتوبين وكتبناها والحكومة تعرفهم وزير النقل يعرفهم والناس الكل تعرفهم وفيهم محاضر جلسات يكفي كون توفر الإرادة. وأنا فرحان إرادة رئيس الدولة شفتها اللي على حديد وعلى مسالك التجويع والكل راهو هذه هي الحلول الصحيحة لتمس المواطن اليوم في جيبه في حياته في عيشه. لأنه أنت اليوم أول مرة في تونس الأغنياء الأثرياء خاصة اللي ممشي طرق غير شرعية خايفين ومفجوعين والطبقة المتوسطة والفقراء فرحانين مبسوطين ما عنده حتى شيء يخوفهم ويهددهم لأنه ما عملت يده وما يخافش هكا ولا واضح. هذا هو يعطيك صحة سي عفيف الفريقي ذكر اللي أنت رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. يمكن فهمنا الكونسيبت اليوم وفهمنا وجهة نظركم أنتم كجمعية اليوم نحكي على الكوتي أدمينستراتيف الكوتي جوريديك اللي هو من دوره أنه ينظم القوانين ينظم التشريعات نظم الخريطة تاع التاريخ في حد ذاتها وبعد زادة التوعية والإعلام هذا كل عنده دور ولكن هذا ما يكنجمش يكون دوره فعال اليوم كما ذكرت أنت قبيلة شوية إذا ما عندناش تشريعات أو تفضل سي عفيف معك. نحب نقول لك حاجة مثال اليوم أنا وأنت توا عندنا زوج موتورات ونمشيو في الطريق ومش لابسين كاسك مثلا أو مثلا محترمناش أو معناها ناش أثيرونس وما نعملش حاجة شنو يعمل لنا توا معناها الدورية الأمنية كيف تشدنا مخالفين تعرف تسلط العقوبة مش علي أنا ولا كنت كشخص اللي نحن تسببنا في الخطأ والسلوك متاعنا غير قوي لا هي تسلط العقوبة على الجماد تسلط العقوبة على الموتور فكل الموتور يحطوه في الحيز البلدي وبعد 15 يوم تمشي انت تخلص الحيز البلدي وتشيك انت تسويك أوراق. إذا في نهاية الأمر هم عاقبوا الدراجة النارية اللي هي جماد ما تتغير السلوك عام ما تفهمش مش هما سلطوا العقوبة عليك انت الفرد اللي انت متسبب فالسلوك اللي هو محفوف بالمخاطر واللي هو باش يقتلك ويقتل الناس اللي من حولك او يركبين معاك. اذا شفت كيفاش نحن البيراميد بالمقلوبة يلزم نرجع نخدمه كما يخدموا الدول المتقدمة وراي بلادنا كانت متقدمة حتى في القطاع هذية في المجال هذية راهو كانت الناس ما يتدخلش حتى دراجة نارية اللي ما تكون 40 كيلومتر في الساعة اليوم يبيع لك موتور يبيع لك معاه الكفن يقول لك هذا موتورك وهذا الكفن نتاعك واللطف. ولهذا لازم نقفوا باش نحميو شبابنا ونحوي ولادنا. انا ما نلقيش المسؤولية على الشباب انا نلقي المسؤولية على المسؤولين اللي يخلصوا من الكونتريبيابل واللي هم موجودين خاصة في وزارة النقل واللي هو قاعدين يمرحوا ما يعملوا في حد شيء. ثم ناس خرجت في التقاعد حقوا يعيطوا لهم يبحثوهم لانهم هو قصروا وقوة معناها وقصروا تقصير كبير في اداء الواجب نتاعهم والامانة اللي خلاوها وخلاوا وضع النقل البري في أتعس 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 ظروف وما عمرها تونس ما عاشت فترة متاع تعاسة ومتاع معناها تأخر وتخلف في قطاع النقل البري كما اللي شهدته في الفترة هذه الأخيرة السنوات الأخيرة. ولهذا يلزم الناس هذوما حتى كيف يقصروا في حمل الأمانة وأدائها معناها يلزم يتحاسبوا باش يكونوا عبرة للآخرين اللي جايين باش يعرف واحد يسميوه مدير عام ولا يسميوه معناها مدير في قطاع معين يفهم اللي راي مش لعبة. إما تقبل المسؤولية تتحملها وإلا تجي بتروح وتقول مصيفوني راني أنا مش قد المسؤولية دي وقد الأمانة هذه وقتها تولي بلاد تستوى مش يحب امتيازات المسؤولية وفخامتها ويربط مع المافيا ويأخو على اليمين وعلى اليسار ويهمش العباد تموت ولا تحيا. هذا هو سي عفيف شكرا لك يعطيك صحة ذكر اللي انت تمثل اليوم رئيس او الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات يعطيك صحة على المعلومات هذه الكل وصلت الفكرة نتلقاو ان شاء الله.